الحقيقة لا علاج لهذه الأمة إلا بالحرية. أنا قلت في بعض برامجي أنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية، أنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية. نتمسك بالديمقراطية ونقاتل في سبيلها. نحن نريد بلدا ديمقراطية، ديمقراطية حقيقية. يريدون دولة دينية يريدها، والله ما نريد دولة دينية ولا يريد أحد دولة دينية. الدولة الدينية مرفوضة عندنا، ونحن نريد دولة مدنية. أنا أؤيد إنه لا يعني يعمل بالرجم هذا، والرجم شريعة يهودية، محمد لا يقوم بمثل هذه الشريعة القاسية.